الله حق المعرفة. هذا الموضوع الذي يتساهل فيه أكثر المسلمين حتى وقعوا في التشبيه والتجسيم. فعلى الإنسان منا أن يعرف ربه حق المعرفة، لأن معرفة الله سبحانه وتعالى هي أول الواجبات على المكلف. فلا تقبل الصلاة ولا الصيام ولا غير ذلك إلا بعد معرفة الله. وقد قيل أن العبادات لا تقبل إلا بعد تصحيح المعتقدات. والله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أمرنا بقوله: فاعلم أنه لا إله إلا الله. هذا أمر، والأمر للوجوب، فوجب على كل مكلف منا أن يعلم الله سبحانه وتعالى ويعرفه حق المعرفة من خلال التدبر لكتاب الله وسنة نبي الله صلى الله عليه وعلى آله. فقد روي في الحديث الشريف عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: من أخذ دينه عن التفكر في آلاء الله والتدبر لكتاب الله والتفهم لسنتي زالت جبال الرواسي ولم يزل. ومن أخذ دينه عن أفواه الرجال وقلدهم فيه مالت به الرجال من يمين إلى شمال وكان من دين الله على أعظم زوال. إذن النبي صلى الله عليه وعلى آله يوجهنا إلى أن نأخذ ديننا وعقائدنا من التفهم لكتاب الله والنظر في مخلوقات الله التي بثها في الكون والتدبر لسنته صلى الله عليه وعلى آله التي حملها إلينا أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فمن أخذ عقيدته عن أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله فقد نجا في هذه الحياة، ومن أخذ عقيدته ودينه عن غير أهل البيت فقد ضل وهوى. يشهد لذلك حديث الثقلين المتواتر المشهور عند جميع الأمة القائل فيه صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي أهل بيتي، إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. إذا تمعنا في الحديث إخواني يقول: من تمسك بكتاب الله وبعترة رسول الله قال لن تضلوا أبدا. هذا ضمان من رسول الله صلى الله عليه وآله أننا لن نضل أبدا إذا تمسكنا بأهل بيته وأخذنا ديننا وعقائدنا عنهم، لأنهم يرونها كابر عن كابر، إمام عن إمام، عن فلان عن فلان، عن الإمام علي عن رسول الله صلى الله عليه وآله. والحكم على غيرهم بالعكس، الذي لم يتمسك بهم سيضل. وفي يوم من الأيام يأتي رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسأله، فقال: يا رسول الله دلني على أفضل الأعمال يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله: العلم بالله. فقال الرجل: دلني على أفضل الأعمال يا رسول الله. فقال: العلم بالله. فظن الرجل أن النبي لم يفقه سؤاله، يسأل النبي عن العمل والنبي يجيبه بالعلم، فكرر السؤال ثالث مرة: دلني على أفضل الأعمال يا رسول الله. فقال: العلم بالله. فقال الرجل: يا رسول الله أسألك عن العمل فتجيبني بالعلم،
أسألك الدنيا على أفضل عمل وأنت تجيبني العلم بالله. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله، قال له ولنا من بعده ويحك، إن مع العلم بالله ينفعك قليل العمل وكثيره، وإن مع الجهل بالله لا ينفعك قليل العمل ولا كثيره. إذن يا أخواني،